بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم إخواني أخواتي عمود شوف يا رشيد نيني. اليوم هي الجمعة الموافق 20 أبريل 2018 تحت عنوان جذور الحقد. من فضلكم إخواني أخواتي لا تنسوا الاشتراك بالقناة وكذلك تفعيل زر الجرس والضغط على زر لايك لتتوصلوا كل يوم بجديد العمود ليلة صدوره، فضلا وليس أمرا وشكرا. ولنبدأ على بركة الله فقرات العمود. إذا أردنا أن نلخص التوتر القائم بين حكومة الجزائر والمغرب في كلمة واحدة، فيمكن أن نقول إن المغرب ما عنده زر مع الجزائر، وينطبق عليه المثل الذي يقول أنا بالقمل فمه وهو بالعود لعيني. وإذا أردنا أن نبحث في أصول سوء الحظ هذا، فيجب علينا أن نرجع إلى العهد المريني عندما بدأت بوادر التوتر تظهر لكي تأخذ أبهى تجلياتها في العهد السعدي عندما قام الحكم العثماني في الجزائر وأصبحت تحت حكم الدايات. وإذا كانت السلطة المخزنية المغربية في الفترة المرينية والسعدية تواجه الدايات الترك في الجزائر، فإن الأمر تطور في القرن 19 عندما أصبحت السلطة المركزية المغربية تحت أوامر السلطان عبد الرحمن تواجه سلطة جزائرية محلية ممثلة في الأمير عبد القادر. ولسبب ما كان دائما حظ المغرب مع حكام الجزائر سيئا، ينطبق عليه المثل المغربي الذي يقول دير الخير يرجع لك بومزوي. فكلما وقف المغرب مع حكام الجزائر في محنتهم ضد المحتل الأجنبي، كلما دفع المغرب ثمن ذلك من استقراره وأمنه وحدوده، والأمثلة كثيرة ومتعددة. ولعل القلة القليلة في الجزائر كما في المغرب تعرف أن سكان تلمسان كانت في عنقهم بيعة للسلطان عبد الرحمن بن هشام، وانسجاما مع هذه البيعة أرسلوا للسلطان طلبا لكي يبعث جيشه للجهاد إلى جانبهم ومساعدتهم في طرد المحتل الفرنسي الذي دخل في يوليوز 1830 مدينة الجزائر، مسجلا بذلك انهيار السلطة العثمانية وبداية نهاية حكم الدايات رغم المقاومة الشرسة التي أبداها الباي أحمد حاكم قسطنطينة أمام القوات الفرنسية الغازية. ولعل ما شجع أهل تلمسان على مكاتبة السلطان المغربي ومبايعته هو شعورهم بأن أجل حكم العثمانيين في الجزائر قد شارف، ولذلك فعلوا كل ما بوسعهم لكي يبرهنوا للسلطان المغربي أن نكتهم لبيعة السلطان العثماني لم تكن بسبب نزوة عابرة، ولكن لأن الخليفة التركي كان في وضع لا يحسد عليه وكان بدوره محتاجا لمن يحمي ظهره بعدما بدأت تظهر علامات الشيخوخة على ملامح الرجل المريض. أما علماء فاس فكان لهم رأي آخر، وهو أن أهل تلمسان إذا نقضوا بيعة الخليفة العثماني يمكنهم أن ينقضوا بيعة السلطان المغربي أيضا. لكن كان هناك من دافع عن نصرة الأخوة الجزائريين لأن فرض الجهاد يقع على المسلم الأقرب، والمسلم الأقرب للجزائريين هم المغاربة وليس الأتراك. وهكذا قبل السلطان عبد الرحمن بن هشام بيعة أهل تلمسان، وأرسل كتيبة مغربية من جيش الوداية نزلت بتلمسان حتى تكون قريبة من الزاوية الطيبية ذات الأصول المغربية لتكون سندا لها في أمور مقاومة المحتل الفرنسي. وفي الوقت الذي كان جيش السلطان المغربي يتكفل بمقاومة المحتل إلى جانب أهل تلمسان، كان الغرب الجزائري قد لجأ إلى الزوايا لكي يجعل منها نواة للمقاومة بعدما لمع اسم الشيخ محي الدين الهاشمي زعيم الزاوية القادرية الذي لم يستطع لكبر سنه أن يواصل المقاومة، فسلم المشعل لابنه عبد القادر الذي اختار أن يطلق على نفسه لقب الأمير. وفي هذه الأثناء نشبت مواجهة بين قواد الجيش المغربي وبين من يسمون الكلاغة، وهم أبناء الأتراك من أمهات جزائريات الذين ظل ولاؤهم للخلافة العثمانية قائما. فاستدعى السلطان المغربي جيشه للدخول إلى المغرب بعدما تعاظمت الضغوط الفرنسية والبريطانية عليه. في بداية الغزو الفرنسي للجزائر لم يكن الاحتلال شاملا، بل ظل جزئيا لما يزيد عن 10 سنوات من بدء الغزو، مما مكن الأمير عبد القادر من تكوين نواة دولة لديها جبات ضرائب وجيش منظم ظل يتلقى عتاده وذخيرته من السلطان عبد الرحمن بن هشام، وتحت أعين البريطانيين الذين كان يناسبهم كثيرا استنزاف الفرنسيين. ولمعرفة النفوذ والقوة التي وصل إليها الأمير عبد القادر يكفي أن نعرف أنه أخضع القبائل التي كانت خارج سلطته، وأجبر الجنرال الفرنسي بيجو على الاعتراف بسلطة الأمير على مجموع الغرب الجزائري عدا المدن الكبرى التي ظلت تحت النفوذ الاستعماري.
ولم تكتفي السلطات الفرنسية بالاعتراف بسلطة الأمير عبد القادر على الغرب الجزائري، بل إنها مدته بالعتاد الضروري لكي يمدد مجال حكمه إلى ضواحي قسطنطينة، بعدما أصبح مبعوث الأمير إلى باريس يقدمونه بوصفه الشخص الوحيد القادر على المحافظة على السلم والأمن داخل البلاد. غير أن جشع المستعمر الفرنسي ورغبته في ربط قسطنطينة بمدينة الجزائر عن طريق السكة الحديدية لتسهيل استنزاف ثروات البلاد، عجل بفك الارتباط مع الأمير الذي اعتبر اختراق السكة الحديدية لمجال نفوذه خرقا للتعايش المتفق عليه. وهكذا انتقلت الجزائر من الاحتلال المحدود إلى الاحتلال الشامل، فكانت تلك بداية مقاومة شرسة من الأمير ورجاله، ترتب عنها قمع دموي وحشي عز نظيره ضد الشعب الجزائري برمته، انتهت بسقوط مدينة معسكر عاصمة الأمير وفراره نحو المغرب لكي يحتضنه الريف وأبناؤه المجاهدون. ومن هناك واصل الأمير مقاومته للاحتلال الفرنسي لبلاده بمساعدة المقاتلين الريفيين. وطبعا لم يكن سماح السلطان عبد الرحمن للأمير عبد القادر بتحويل قاعدة مقاومته نحو الريف المغربي بدون ثمن، والثمن كان فادحا، واسمه معركة إسلي التي ظلت بالنسبة إلى المغرب أفضح هزيمة عسكرية في تاريخه، كشفت للإمبريالية بكل أطيافها وأطماعها عن مواطن الضعف في إمبراطورية ظلت تخيف الأمم، فاتضح للعالم أنها كانت إمبراطورية من ورق، فانفتحت شهية الدول الإمبريالية لاقتسام كعكة المغرب، وكان كذلك. ولذلك لم يجد السلطان المغربي من حل بعد هذه الهزيمة العسكرية المنكرة سوى أن طالب الأمير عبد القادر بأن يغادر المغرب، لكن الأمير الجزائري كان له رأي آخر، فحشد جيوشه وحارب جيش السلطان المغربي فوق أرضه وطرده في بعض المعارك إلى حدود تازة، إلى أن الأمير انتهى بالاستسلام للجنرال لاموريسي، وصدر في حقه قرار النفي إلى فرنسا قبل أن يستقر بشكل نهائي بدمشق، بعدما خصصت له فرنسا إعانة مالية ظل يعيش بها إلى أن مات. وهكذا ففي الذاكرة الجماعية الجزائرية خصوصا الذاكرة العسكرية، فالسلطان المغربي كان سببا في استسلام الأمير عبد القادر وهزيمته وبسط المستعمر الفرنسي لنفوذه على كل التراب الجزائري، رغم أن كتب التاريخ تقول العكس تماما، فالمغرب ساهم بجيوشه إلى جانب إخوانه الجزائريين فوق أرضهم، وعندما أصبح ذلك متعذرا ساهم بإرسال الذخيرة، وعندما أصبح ذلك متعذرا استقبل زعيم المقاومة على أرضه وسمح لمجاهديه بقتال الفرنسيين إلى جانب الأمير. لكن الواقعية السياسية فرضت على السلطان المغربي، وأيضا بسبب ضغط الفرنسيين والبريطانيين، أن يرفع يده عن دعم الأمير الجزائري، أي أن يكف عن أن يكون جزائريا أكثر من الجزائريين أنفسهم. غير أن الدعم المغربي للجزائر لم يتوقف حتى على عهد السلطان محمد الخامس، والجزائريون أنفسهم يعترفون بأن المغرب ساهم إلى جانب المقاومة بالرجال والعتاد، حتى أن المغرب الذي كان سباقا في الحصول على استقلاله رفض أن يحسم في ملف الحدود الشرقية للمغرب مع الجزائر مع السلطات الفرنسية، وفضل أن يؤجل الموضوع إلى حين حصول الجزائر على استقلالها، رغم أنه لا شيء غير المروءة كان يمنع السلطان محمد الخامس من قبول العرض الفرنسي القاضي بمنح المغرب سنة 1956 السيادة على المناطق التي يطالب بها مقابل منع الثوار الجزائريين من استعمال الأراضي المغربية كقاعدة خلفية لهجوماتهم. وقد اعتبر الملك محمد الخامس هذا العرض بمثابة طعنة في ظهر الإخوة الجزائريين، فرفضه بعدما أعطاه فرحات حشاد رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة الكلمة بالتفاوض حول كولومب بشار وتندوف بعد حصول الجزائر على استقلالها. غير أن بن بلة قائد جيش التحرير الوطني الذي ما زال ورثته إلى اليوم يسيرون الجزائر عزل فرحات حشاد بمجرد ما حصل الاستقلال، ورفض أي تفاوض أو الاعتراف بأي مطالب للمغرب حول الحقوق التاريخية لأراضيه. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل اقتحم الجيش الجزائري تندوف وقتل عشرات الجنود المغاربة، فاجتمع أحمد رضا قديرة وعبد العزيز بوتفليقة وزير الخارجية ذلك الزمن لتنظيم قمة بين بن بلة والملك الحسن الثاني، إلا أن جهودهما ذهبت سدى
لأن الملك كان تحت واقع الصدمة ولم يصدق كيف تحولت فجأة مدافع الدبابات الـ24 ورشاشات عربات الجيب الـ40 التي كانت الهدية التي حملها في أول زيارة له للجزائر المستقلة إلى الجيش الجزائري نحو صدور جنوده في الصحراء. وقد بدا أن الدعم السوفيتي والمصري والكوبي للجيش الجزائري قد أغرى قادته بتحدي الجيش المغربي، إلا أن الحرب أثبتت أن العتاد ليس هو ما يحسم المعارك. إذ أعطى الملك الأمر لقائد الجيش إدريس بن عمر بمطاردة الجيش الجزائري، فدحره وأسر منه حوالي 250 جنديا، ودخلت وحداته إلى تندوف وحاسيبيضة. وكانت تلك أول هزيمة في تاريخ الجيش الجزائري النظامي بعد الاستقلال، وبالتالي ظلت عقدة لم يزدها الزمن سوى التضخم. وإلى اليوم لدينا مغاربة حاربوا إلى جانب الثوار الجزائريين خلال الاستعمار الفرنسي، وأصبحوا مجبرين بعد الاستقلال على محاربة الجيش الجزائري، وغالبا ما تستغل الدعاية الرسمية الجزائرية حرب الرمال لاتهام المغرب بالاعتداء على بلد جار خرج لتوه من الاستعمار، ولما ضع بعد اللبنات الأولى لمؤسساته. وغالبا ما تم دك ما ديك عفوا وغالبا ما تم ذكر ذلك مقرونا بالكلمة الشهيرة التي قالها ابن بلال تعليقا على الهزيمة: حقرونا المروك. غير أن التاريخ لا يقبل التزوير، فمن دفع باتجاه هذه الحرب هم قادة جيش التحرير الوطني الذين كانت الدماء ما زالت ساخنة في عروقهم، واعتقدوا أن المغرب سيسمح لهم بقضم جزء من أراضيه. وإذا كان الأصدقاء الحقيقيون يعرفون في وقت الشدة وليس في وقت الرخاء، فقد عرف الجزائريون المغاربة عندما كانوا تحت نير الاستعمار، إذ لم يبخل المغرب على أشقائه الجزائريين بالدعم وبدل من أجلهم الرجال والسلاح. ولذلك فالمغرب لا يفهم لماذا أشاحت الجزائر بوجهها عنه عندما مسك الله عليها وأنعم عليها بالاستقلال، وأصبحت بفضل الغاز والبترول واحدة من الدول الثرية. الجواب بسيط للغاية: المشكل ليس في الجزائر أو الجزائريين، بل في هذا النظام العسكري الذي يكتم أنفاس شعب أبى كالجزائر ويضطر أبناؤه إلى الهرب نحو بلدان الناس بحثا عن لقمة وكرامة. هذا النظام العسكري الذي لديه عقيدة واحدة وهي كراهية المغرب وكل ما يأتي من المغرب. ولذلك فعندما يتحدث هذا النظام عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واصفا المغرب بالبلد المحتل، فالأولى به أن يمنح الشعب الجزائري الحق في تقرير مصيره وأن يمنحه استقلاله وحريته. فليس هناك استعمار أقسى من أن يستعمرك العسكر من بني جلدتك بعدما نجحت في التخلص من عسكر العثمانيين والفرنسيين. إلى هنا أخواني أخواتي تنتهي حلقتنا اليوم، أتمنى أن تكونوا استفدتم واستمتعتم ودمتم في رعاية الله، إلى أن ألقاكم غدا في عمود مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.